بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأحييكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو الإلحاد وخطورته على الشباب. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريمين، فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك فضيلة الدكتور، أهلا بك. الله بك. أهلا دكتور، أشرف. يا أهلا بك، أهلا بحضرتك. كما أرحب أيضا بفضيلة الدكتور إبراهيم الصوفي، المدرس المساعد بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا بحضرتك. اسمح لي أبدأ مع فضيلة الدكتور عصام الروبي. دكتور عصام، يعني لا شك أن قضية الإلحاد من القضايا القديمة التي يعني تحدث عنها القرآن الكريم، وتحدثت عنها الكتب السماوية السابقة على القرآن الكريم أيضا. ففي كل عصر من العصور، منذ بداية الخليقة وحتى يومنا هذا، هناك من ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، هناك من يناقض العقل والفكر ويناقض الفطرة السليمة التي خلقنا الله عليها. بداية مفهوم الإلحاد، حتى نفهم هذا المفهوم وكيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الأفكار الهدامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، شرف كبير لي أن أكون معكما الآن. من أكرمك أستاذنا الدكتور، من أحفظك سعيد الأغر، من أحفظك في هذه الحلقة التي تناقش موضوعا من أهم المواضيع. صحيح صحيح. موضوع الإلحاد، لعل القرآن الكريم بين لنا في سورة فصلت، في قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. سبحان الله. الإلحاد معناه إنكار ألوهية الله، هم لا يعترفون بأن هنالك إله سبحان الله، أو أن هنالك خالق لهذا الكون، بخلاف الكفر. صحيح. بخلاف الشرك. بخلاف الوثنية. نعم. الوثنيون هم الذين يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار من دون الله، وهؤلاء الوثنيون يعترفون بألوهية الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. نعم. فالوثنيون ليسوا ملحدين. سبحان الله. هم يعبدون تلك الأوثان والأصنام كهبل واللات وعزة، وفي النهاية قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. صحيح. الكافر سلمنا الله وإياكم هو الذي ينكر الألوهية أو ينكر الربوبية، إما بتحريف أو تدليس أو غش أو خداع أو بكل ما سبق. نعم. ولذلك القرآن الكريم بيّن أن هنالك من أهل الكتاب من كفر. نعم صحيح. وخاطب الله تعالى الكافرين في القرآن الكريم حينما قال: قل يا أيها الكافرون. نعم. ثم ختمها بقوله: لكم دينكم ولي دين. فمعنى ذلك أن الكفر دين. نعم. يدين به الكافرون. جميل. صحيح. أما الملحدون فهؤلاء من قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. نعم. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هؤلاء يرون الحق واضحا جليا ويتعمون عنه. نعم. نعم. يعلمون أن الله حق، لكنهم للأسف سلمنا الله وإياكم يتكلمون من خلال أفكار مأجورة وأقلام مسمومة. نعم. نعم. وصفوا أنفسهم بالمثقفين للأسف، وهم من أهل التيه والضلال. نعم. والإضلال. عندهم ضلالات فكرية منحرفة. نعم. يعني باختصار شديد، هنالك مثل عامي يحفظه الكل، يقول لك: جابد الديب من ديله. هو يخرج علينا ليقول لك: من خلق الله. نعم. وكأنه اخترع. نعم. اختراعا. نعم. ما توصل إليه السابقون. من خلق الله. نعم. نعم. من كان قبل الله. في أي مكان يكون الله سبحانه وتعالى؟ هل في إمكان الله سبحانه وتعالى أن يخرق نواميس الكون الحالية؟ أليس من المحتمل أن يكون هنالك آلهة أخرى في أكوان أخرى لا نعلم عنها شيئا؟ نعم. يقول لك: لا بعث بعد الموت. يتساءلون هذه التساؤلات، وكلها أسئلة جوفاء وهي لا قيمة لها. نعم. ولها ردود
علمية وردود فكرية حاسمة، لكنهم للأسف نعم لا يسمحون لهذه الردود. وسئلت سابقا يعني كثيرا، قتلت يعني بحثا. نعم قتلت بحثا. نعم أحسنت فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم، وانتقل لفضيلة الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم، يعني لا شك أن قضية الإلحاد من أخطر القضايا التي تواجه الشباب، يعني خطورة هذه القضية، قضية الإلحاد، وإقناع الشباب بالعقل، لأن بعض الشباب ربما ليس عنده الثقافة الدينية الكافية لكي يفند هذه الشبهات ولكي يرد على مثل هذه الافتراءات على الدين، فيحكم عقله أيضا كما حكم الملحد عقله، ويقنعه بالفكرة ويقنعه بالعقل، وكأن العقل هو الذي يتحكم في الدين، وكأن العقل هو الذي يعني يحدد لنا كيف نعيش أو كيف يكون مصيرنا. خطورة الإلحاد على الشباب وخطورة مثل هذه القضايا التي ربما تدمر الأخلاق ويعني الأديان جميعا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، بكل ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأنلنا من خير ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعذنا من شر ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أما بعد، يعني أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنا سعيد بالتواجد مع سيادتك ومع الدكتور عصام، ربنا ينفع بكم دائما يا رب. الحقيقة أن مسألة الإلحاد كما تفضل الدكتور عصام وكما تفضلت مسألة قديمة، وهذه المسألة الخطورة في العصر الحديث أنها أعيد نشرها لتكون ثقافة عالمية. يعني المشكلة لم تكن في أن الإلحاد موجود، ولما تصديرها حتى كتب بعض العلماء علمنة الإلحاد، يعني أن يصير الإلحاد هو ثقافة عالمية بين الناس. وهذا حدث بعد يعني عصر ما حدث في العصور الوسطى في أوروبا من خلاف بين رجال الدين ورجال الكنيسة هناك، بدأت بعض اللجان العلمية هناك ينشرون بعض النظريات الحديثة التي تؤسس لعلمنة الإلحاد حتى يصير الإلحاد ظاهرة ثقافية في كل الدول. نعم. حقيقة أن مسألة الإلحاد لا يعاني منها فقط الشرق الإسلامي، وإنما يعاني منها العالم أجمع، لأنها كل ثقافة الأديان. نعم كل الأديان. ولذلك كان سيدنا الشيخ الشعراوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى لقاءاته طلب بأن يتكاتف المسلمون مع المسيحيون من أجل الوصول إلى يعني ثقافة واحدة. نعم. لمحاربة هذا الاتجاه الذي يريد هدم الأديان كلها، لا يريد صحيح. فقط الإسلام، وإنما يريد ألا يكون هناك دين على وجه الأرض. على وجه نعم. الأرض صحيح. الخطورة متمثلة في أشياء كثيرة دكتور أشرف، أهم هذه الأشياء هو أن الإنسان الذي يقتنع بهذه الأفكار الإلحادية لا يستطيع أن يفسر الوجود تفسيرا حقيقيا. صحيح. كل المنظومات الفكرية، كل المنظورات القيمية، كل الأديان جاءت للإجابة عن مجموعة من الأسئلة يسميها الفلاسفة الأسئلة المصيرية. هذه الأسئلة سؤال المبدأ، سؤال الغاية من الوجود، سؤال المصير. هذه الأسئلة الثلاثة مولانا حين يعني ننظر في القرآن الكريم نرى أن القرآن الكريم يحدثنا عن بداية الخلق. نعم. سواء خلق السماوات والأرض والكون وكيف أنشأه الحق جل جلاله، ومن قبل القرآن الكريم نجد ذلك أيضا موجودا في العهد القديم. نعم. وفي العهد الجديد صحيح. سفر التكوين مثلا في التوراة نتحدث عن ذلك، نشأة الكون، نشأة الكون. نعم. فمسألة المبدأ الذي جاء الكون منه الذي يحاول الملحدون المعاصرون أن يشككوا في قدسية وفي نزاهة هذه النصوص الدينية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. نعم. موجودة وحدثتنا باليقين، وخصوصا في الخطاب إلى الله الأخير القرآن الكريم. نعم. بعد ذلك يأتي السؤال الغاية من الوجود، ما هو الغاية من الوجود؟ هذا سؤال مهم. نعم. الحق جل جلاله ما الهدف الذي أوجدنا منه؟ حين يعني ننظر في القرآن الكريم نرى غايات عبادة الله الحق جل. نعم. جلاله كما. نعم. قال الحق جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. عمارة الكون وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، التزكية، المقاصد العامة للخلق موجودة في القرآن وأجاب عنها القرآن الكريم. نعم. ثم بعد ذلك يأتي السؤال الثالث وهو سؤال المصير إلى أين؟ نعم. الحقيقة أن الإنسان الملحد ومن أهم المخاطر التي تنزل بالشباب الذي يقتنع أن يفقد الإجابة الحقيقية. صحيح. عن هذه الأسئلة الثلاثة. نعم. خطورة هذا الفقد أن يعيش الإنسان بلا غاية مولانا، أن يعيش. صحيح. الإنسان
بلا هدف. صحيح. ان يعيش الانسان. وقد عبر بعض الشعراء عن ذلك قال: انا لا ادري من اين اتيت والى اين اذهب. نعم. وانما ابصرت قدماي الطريق فمشيت. صحيح. فهذه الافكار حين يتشربها الشباب. نعم. والمشكله الكبرى انهم يقدمون هذه الافكار في بريق مساله العقل. صحيح. صحيح. ولو نظرنا إلى الإسلام لنرى الإسلام هو الذي أنزل العقل منزلته، حتى أننا رنا الحق جل جلاله يحدث رسوله صلى الله عليه وسلم: أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. يعني نعم. أنتم تريدون نعم. إنكار وجود الله، أنتم تعترضون على أن أكون أنا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هاتوا دليل. فالقرآن الكريم لم يعاند العقل، بل القرآن الكريم جعل الحق مصدرا نعم. من مصادر التشريع نعم. في الإسلام نعم. جعله مصدرا من مصادر المعرفة. بل أقل شاب يدرس في الأزهر الشريف يحفظ الخريدة للإمام الدردير يرى أن منزلة العقل يقول لك: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة. نعم. يعني العقل نعم. في الإسلام ليس بعيدا، وأنما العقل موضوع في موضعه الذي جعله الحق جل جلاله. نعم. أحسنت فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم، واسمح لي بهذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونكمل هذا اللقاء، فابقوا معنا الكرام. أرحب بحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأرحب أيضا بضيفي الكريمين فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك فضيلة الدكتور، شرفنا ونورنا. أشرف يا مرحبا. أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الدكتور إبراهيم الصوفي، الأستاذ أو المدرس المساعد بجامعة الأزهر الشريف. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بسبتك، الله يخليك. دكتور عصام، يعني لا شك أن قضية الإلحاد كما قلنا هي من أخطر القضايا المطروحة على الساحة حاليا. نعم. وهي تحتاج في الحقيقة إلى عدة حلقات وليست حلقة واحدة يعني. نعم. ولكن يعني نتحدث اختصارا وإجمالا بما ينفع الناس إن شاء الله تعالى. يعني كيف نواجه هذا الفكر المتطرف؟ كيف نواجه هذه العقلية المنحرفة التي تريد أن تهدم الوجود بالكلية؟ فالملحد هو إنسان مخرب، لا يعمر من ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، هو يريد أن يهدم المنظومة بالكلية، منظومة هذا الكون الذي نعيش فيه. للأسف مما عمت به البلوى أن هنالك جهودا متكاتفة فيما بينها نعم. تمنع وصول الرد العلمي الصحيح العقل المنضبط صحيح. على هذه الأفكار وهذه الضلالات الفكرية المنحرفة. نعم. للأسف بمعنى حينما تقوم بنشر حلقة هامة معينة ردا على سؤال تساءل به الملحدون نعم. تجد مثلا أن وسائل التواصل الاجتماعي تقوم لك بعمل تحجب هذا عمل نعم. عمل وصول، منع وصول نعم. هي لا تريد. صحيح. ثانيا هؤلاء سلمنا الله وإياكم يا رب، يعني الفكر الذي يتكلمون به يناقض نفسه نفسه. صحيح. صحيح. هي ضلالات فكرية يعني مغالطات لا يمكن للعقل أن يتقبلها. أنت تقول مثلا أنا أريد أن أتناقش معك عقلا، أهلا وسهلا نعم. عقلي في مقابل عقلك نعم. لكنك حينما تنزل معه في الحوار ترى أنه لا يقبل حتى الكليات الموجبة ولا السالبة ولا البديهيات المنطق ولا المسلمات العقلية. صحيح. لا يقبلها. صحيح. هي نعم. عبارة عن ترهات نعم. تماما. صحيح. تعالى أطرح لك سؤالا مثلا حينما يقول: من خلق الله؟ أنا في إمكاني أن أرد عليه نعم. من خلال هذه الساعة التي ألبسها الآن نعم. والله وأنا أستغل هذه الحلقة الكريمة الطيبة على الشباب أن نعم. يستفيدوا من هذا. صحيح. هو يقول: من خلق الله؟ أنا أقول له: ردي عليك في هذه الساعة، هذه الساعة نعم. منتج. صحيح. لها شركة معينة قامت بصنع هذه الساعة. من صنعها؟ هل صحيح. من الممكن نعم. أن أقول بأن هذه الساعة لديها القدرة أن تخلق نعم. أو أن تصنع المصنع الذي صنعها؟ أبدا، لا يمكن. إذن نعم. علينا أن نفرق بين الصانع والمصنوع. نعم. صحيح. وقياسا عليه علينا أن نفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. فعلا. هذه ساعة مصنوعة، لا يمكن عقلا أبدا أن تصنع المصنع الذي صنعها. إذن هنالك فرق بين الصانع والمصنوع، بين الخالق والمخلوق. نعم. أنتم حينما تقولون من خلق الله، إذن نحن الآن نتحدث عن ثلاثة أشياء: عن خالق، عن مخلوق،
عن الماتيريال، مادة مادة الخالق. نعم. أولا كنا بأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا سبحانه، وأن المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. نعم. ثانيا من أين جئنا بمادة الخلق التي خلق منها الله؟ حاشا سبحانه حاشا وتعالى لله. حاشا لله. ثم تعالى معي، أنت تقول من خلق الله؟ خلق فعل ماض، أي فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو فعلا دالا على الاستقبال لابد أن يكون مرتبطا بالزمن. نعم. سؤال، سؤال مهم جدا وبه الإجابة الكافية الشافية، ما هو الزمن؟ الزمن عبارة عن نتيجة لتعاقب الليل والنهار. نعم. فأين الزمن يا دكتور أشرف؟ أين الزمن؟ نعم. يا أستاذنا دكتور إبراهيم، أين الزمن قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الليل والنهار؟ سبحانه وتعالى. أين الزمن قبل أن يكون هنالك سماوات وأراضين؟ أين الزمن؟ ما هو الليل والنهار مرتبط بالسماوات والأرض. صحيح. أين الزمن قبل خلق كل هؤلاء؟ فبالتالي أنتم تقولون من خلق الله، تتكلمون عن زمن معين، هذا الزمن متوقف في علم الله سبحانه. فالسؤال فيه مغالطة فكرية أو مغالطة عقلية لا يستقيم من الناحية العقلية. نعم. فبطل ما أدى إليه، وثبت أنهم واهمون وأنهم كاذبون. يقولون مثلا من خلال هذه المدخلات التي أدخلونا إياها، يقولون نعم نحن نسلم معكم أن هذا الكون له إله، وأن هذا الإله متمكن وأنه قادر. نعم. خلق الكون وفق حكمته وإرادته، ثم بعد ذلك ينفثون سمومهم في كلامهم حينما يقولون ليس في إمكان الله الآن أن يخرق نواميس الكون. لا لا لا، يعني الصنعة غلبته. نعم. ليس في إمكاني أن يخرج عن حدود الخطوط. نعم. تماما، أو الإحداثيات التي أحدث بها ذلك الكون، فالآن لا يمكن أبدا أن يخرقها. يعني معناها باختصار أو باللغة العامية أن الفيزياء أو القوانين الفيزيائية أو الصيغة الكيميائية تمنع إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخرق هذه النواميس، لأن الكون يسير وفق حكمة أو حركة أوتوماتيكية. نقول لهم هذا كذب، بدليل أن الله سبحانه وتعالى خرق نواميس الكون فيما مضى ولازال يخرقها وستخرق إلى يوم الدين. هذا كذب، بدليل أن النار من عادة النار أنها تحرق. ما رأيكم في أن الله تعالى سلب من النار خاصية الإحراق؟ كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كيف لصخرة صماء أن تلد ناقة عشراء؟ ليس هذا من باب خرق نواميس الكون؟ وألنا له الحديد، كيف لحديد أن يكون لينا في يد نبي الله داود عليه السلام؟ هذا خرق لنواميس النبي عليه السلام. صحيح. حينما رأى انشقاق القمر ورأى غار حراء بين فلقتي القمر، أليس هذا خرقا لنواميس الكون؟ صحيح. فبالتالي أنتم تتكلمون عن كلام صحيح. والعلم أثبت أن القمر بالحقيقة حدث له انشقاق وفيه التحام. وهو ملتئم فعلا. سبحان الله. وفي يعني نفس الحقبة الزمنية. نعم. التي كانت في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور إبراهيم، يعني كيف نحصن شبابنا؟ كيف لشبابنا أن يتعامل مع مثل هذه الشبهات المغرضة؟ ما الذي يجب علينا كأسر كشباب، ماذا يجب عليهم، كيف يتعاملون مع مثل هذه الشبهات المضللة؟ الحقيقة دكتور أشرف أن مسألة معالجة الفكر الإلحادي ومواجهته ينبغي أن تكون ضمن منظومة. هذه المنظومة بدايتها نشر التعليم الصحيح، لأن التعليم هو الذي يؤسس يا مولانا المنهج العلمي. نعم. اللي حضرتك بتتكلم عنه. نعم. هو بيعمل مغالطة علمية ومغالطة منطقية. نعم. فالقاسم المشترك بينه وبينك مفيش قاسم مشترك. القاسم المشترك اللي هيحمي الشباب هو مسألة التعليم الحقيقي ونشره بشكل منضبط، أن يكون هذا التعليم تعليم يقوي العقل ويحفظه ويعطيه المنهج الحقيقي. مشكلة. نعم. التيارات الإلحادية على تعددها واختلافها أنها تحاول أن تحكم مناهج تجريبية خارج إطار المنهج التجريبي. نعم. يعني هي عاوز المنهج التجريبي المنهج التجريبي يحكم في المحسوسات. نعم. هي تريد أن تحكم هذا المنهج في خارج إطار المحسوسات في عالم الغيب. صحيح. فالبداية الأولى هي نشر التعليم.
بشكل منضبط وأن يكون تعليما حقيقيا مع أن يقدم بشكل صحيح. ولذلك حتى بعض المفكرين قد تحدث أن المدارس التعليمية التراثية زي الأزهر الشريف وأمثاله يقع عليها عاتق كبير جدا كيف تقدم هذا التعليم في صورة عصرية مع حفظ القداسة والنزاهة لهذا العلم. صحيح. يعني إزاي نقدمه بصورة تناسب عقلية الشباب لكن في نفس الوقت دون أن يفقد النزاهة والقداسة الخاصة به. رقم اثنين، على الأسر في كل أسرة أن تربي أبنائها منذ نعومة الأظفار على التربية الإيمانية التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه. نرى سيدنا النبي عليه السلام وهو يربي ابن عباس حين كان ردفه على الناقة وهو طفل صغير لا يعي ولا يدرك هذه المعاني الإيمانية الكبيرة. صحيح. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك نرى الإمام الغزالي رضي الله عنه وارضى حجة الإسلام وغيره يتحدثون أن بث العقيدة في نفوس الأطفال في الصغر ينبغي أن يكون بشكل التكرار حتى يتشربها القلب، ثم بعد ذلك مع الزمن يستطيع هذا القلب أن يفهمها وأن يعقلها. يبقى نشر التعليم، الأسر، دعم المؤسسات التراثية التي تقف على هذه الصغور زي الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف المصرية، دار الإفتاء، كل المؤسسات المعنية بنشر الثقافة والعلم ينبغي أن تدعم بشكل كبير. أيضا يقف الإعلام في ثغر كبير جدا في أن يستضيف أهل العلم الحقيقيين الذين يستطيعون أن يقدموا توجيها إسلاميا حقيقيا، لأن برضو ينبغي أن يكون لدينا نوع من أنواع الصدق أن بعض الخطاب الموجه يا مولانا من بعض المنتسبين للدعوة الإسلامية يكون لا يتناسب مع الوضع، لا يتناسب مع الوضع، وفي بعض الأوقات يكون سبب في نفور الشباب من الدين. فعلا. فهذه أشياء ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها، نسأل الله التوفيق. ويا دكتور إبراهيم، يعني بعدين حضرتك رسالة مهمة جدا، لابد من فتح روافد إعلامية جديدة. صحيح. هذه الروافد تهتم بالرد على أسئلة الملحدين. ده صحيح. لا يمكن أبدا أن نقف في واد وأن يكون الملحدون في واد آخر. صحيح. هم أمامهم كل الإمكانات المتاحة لبث هذه الأفكار المسمومة. ونحن كدعاء ليس أمامنا منابر لنرد على هؤلاء. صحيح. ووسائل التواصل الاجتماعي فعلا بجد، يعني أنا جربت ذلك، اخترقت يعني العقول والبيوت يعني. بالضبط. صحيح. دي مسألة أيضا أبجدية المنطق. للأسف هؤلاء الذين يتحدثون ويتكلمون عن الإلحاد، صدقني والله لا يعرفون عن أبجديات علوم. صحيح. المنطق ولو مثقال ذرة. صحيح. صحيح. ثم أنت تريد أن هي مجرد أهواء فقط، أن تتحدث يعني عن التراث الإسلامي. نعم. وأن تقوم بتنقيته. نعم. آسف. وأنت لا تملك أن تقرأ صفحة واحدة من هذا التراث. نعم. صحيح. بالضبط. صحيح. لا يعرفون شيئا عن اللغة يعني. من أنت؟ نعم. حتى نعم. تستطيع أن تعدل على فلان وفلان وفلان وفلان، بتفضل أنت تتناقش بالعقل، أهلا وسهلا. لكن هو لو أحس بأنك ستغربه عقلا سيجرك جرا الى المعطرات الفكريه. صحيح. والسباب والقذف واللعان لكي يصدر الى الناس صوره سلبية. عنوانها الافلاس، ان العلماء او الدعاة مفلسون، ليس لديهم حجه القاطعه للرد على هذه الاسئله الالحاديه. احسنت فضيله الدكتور ودكتور ابراهيم يعني على هذه المعلومات القيمه، ولا زلت اقول اننا نحتاج الى عدد كبير من الحلقات لنفند بعض هذه الشبهات التي اثيرت حول ديننا الحنيف، والتي يعني تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى. ومن هذا المكان يعني اتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، يعني على الفور، يعني الرجل لم يتاخر و يعني اصدر قرارا بعمل منصه وهي منصه بيان من داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في الأزهر الشريف. نثمن هذه الجهود ونريد أكثر وأكثر إن شاء الله من كل يعني المؤسسات الإسلامية في مصر. ويمكن برضو دكتور أشرف اسمح لي، تفضل، ودي مسألة مهمة يشترك فيها معي دكتور إبراهيم، يجب أن احنا نأخذ هذه الردود الإلحادية أو هذه الأسئلة الإلحادية يتم طرحها في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، ونفندها في كتيبات صغيرة جدا. يبقى الولد عندنا العاصمة التي تحمي من هذه القواسم. صحيح. لابد يكون عندنا مناعة فكرية. صحيح. هذا هو، إلا يبقى الذوبان والسقوط في الهاوية. فعلا. فعلا. أحسنت.
وهذا الخطاب أيضا يعني موجه لكل الأديان، ليست للدين الإسلامي فقط، كل الأديان يجب أن نحافظ على أدياننا وأن نحافظ على عقيدتنا ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أمتنا وأن يحفظ العالم أجمع من شرور هؤلاء الملحدين. اللهم أمين يا رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف، أشكرك فضيلة الدكتور من أكرمك. أشكر أيضا ضيفي الكريم فضيلة الدكتور إبراهيم الصوفي المدرس المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أشكرك. جزاك الله خير إبراهيم، ربنا يتقبل يا رب. اللهم أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.